مساء الخير للجميع. أنا معلمة مدرسة مهنية، فأهم إشي أنا استفدت فيه بكعب إنه أنا حولت الغرفة الصغيرة اللي موجودة عندنا بس مجرد كراسي وأشياء بسيطة لأنشطة لا منهجية بيستطيعوا إنه الطلاب إنه يبدعوا فيها. مش محتاجين كتب، مش محتاجين إنه تحصيل دراسي. الطلاب من أشياء لعب بسيطة بيحاولوا أنهم يتابعوا مع المعلم، بنحاول أنه نغير تفكير الطلاب، أنهم يحاولوا يستعملوا خيالهم، أنه يحاولوا يتخطوا، أنه نربطهم بالواقع اللي موجودين هم فيه، أنه إحنا عايشين حالياً ما نعتمد على الآخرين. فبتذكر أحلى شيء أنه طالباتي أنه من ضمن اللي اشتركوا بالبرنامج طلبوها في اجتماع مع اللي هي الكندي، فلما راحت السفير الكندي قابلته فبسأل انه قد ايه عمرها هاي البنت، فقالوا لانه لسه هاي عمرها 17 سنه، فكانت اصغر وحده بتفتح مشروع عندي. فكان شيء جميل انه احنا بنحول طلابنا اللي موجودين بالثانويه من اشخاص مستهلكين لاشخاص منتجين، بيحاولوا انه يغيروا طريقه التفكير، بنحاول انه نعطيهم مهارات لحل المشكلات، مهارات ريادية الاعتماد. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مش متدربة، أنا مديرة مدرسة مهنية في لواء عين الباشا ميتاء أوريكان، بس بدي أنقل ما كنت أراقب عن كثب في عملية التدريب في المدرسة. أول إشي أنا أشكر القائمين على البرنامج كاف، وأشكر وزير التربية والتعليم والعاملين في التعليم المهني على دعم لمثل هذه المشاريع. نظرتي حول هذا الموضوع انه عمليه متكامله في تغيير النظره النمطيه في عمليه التعليم والتعليم من خلال ربط الجانب النظري بالجانب العملي والتطبيق على ارض الواقع، والفائده اللي يجنيها الطالب من خلال عمليه التدريب. دعم التعليم المهني، لانه بالتعليم المهني في عمليه بناء مشاريع، في وحدات في مواد الاداره والسلامه اللي درسوا التعليم المهني بسيطه. جاء البرنامج ليوسع ويكمل هذا الموضوع. انتقال اثر التدريب اللي تلقوه المدربين مع انه غير مدفوعي الاجر وبجديه متناهيه، انا كمديره مدرسه كانت المعلمه تصر وتجيب وتحط وتجيب بدون ما يدفعوا لها اجر، يعني هاي شيء جميل جدا انه يكون متطوع المعلم بدون ما يعطوه اجر، بس لا نسى يعني الانسان بحاجه الى ذلك. فرصة لبناء الشخصية المستقلة للطالب، يعني الطالبات عندنا بالمدرسة، احنا في بيئة فقيرة، طالباتي من مخيم البقعة، يعني لابوها فرصة لعمل مشاريع صغيرة. أعطيتهم يوم لست حليمة الشطي، أعطيت يوم قلت لها اعملوا منتجاتكم ونشروها وبيعوها وتروحوا ريحها للطالبات الفقيرات، فكان يعني مشروع لو عملوا بوشار فهو مشروع بناء، مشروع دراسة جدوى للموضوع. والموضوع الأخير يعني أحب بس إنه أطالب للمعلمين اللي قائمين على هذا البرنامج يعني اعطائهم الفرصه للتدريب وتعميم البرنامج بشكل مقنن، يعني بالبرنامج المدرسي وبطريقه منظمه. شاكرين لكم. انا المعلمه رولا جاد الله من لواء عين الباشا مدرسه عين الباشا الثانويه. طبقت البرنامج في مدرسه راية بنت الحسين، لكن زي ما حكت زميلتي نفس المشكله، احنا معنا تربيه طفل تم نقلنا لرياض الاطفال، فحاليا احنا بنتعامل مع اطفال 5 سنوات مش قادرين ان نكمل في البرنامج، وان تعب السنتين اللي احنا اخذناه كدوره كتطبيق ان نكمله مع اطفال ال5 سنوات. لكن بالنسبه للبرنامج كان كثير مفيد، بحيث انه غير من افكار الطلبه وغير من افكارنا احنا كمعلمين، حتى انه فتح المشروع الصغير مش شيء صعب. في اي حدا انه يفتح مشروع صغير بدراسه قبل، سواء كانت فنية، مالية، تسويقية، كثير أمور أخذناها لفتح المشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى تغيير نمط التفكير. هلأ كان زمان التلقين أو التدريس تقليدي، كان المدرس ملقن، حالياً في برنامج كاب تعلمنا أن يصير ميسر وليس ملقن، يعني صار الشغل الأكثر على الطالب، أنه هو بده يعمل، هو بده يحرك العجلة. طبعا انا دربت في مدرسه فاطمه الزهراء الثانويه، والان تم نقلي الى روضه ماريا القبطيه. هلا بالنسبه للبرنامج، طبعا هو تغيير فكري قبل ما نبلش في انشاء مشاريع صغيره، يعني فعلا انا تغير فكري قبل طالباتي، صار في عندي مفهوم الرياده في حياتي العمليه، مش بس اني انشئ مشروع صغير، هذا تغيير فكري اضافه الى
الفكر في فتح مشروع الخاص او اني اكون رياديه في وظيفتي. طبعا ما في داعي انك اكرر الاستفاده، واذا كان في سلبيات او عقبات احنا قدرنا ان نتجاوزها خلال التطبيق وخلال التجريب، فما بالك لما يكون لها ساعات مخصصه ولها مثلا نصاب مختلف عن الانصب الاخرى. فانا بتهيألي السلبيات نستطيع ان نتجاوزها بسهوله جدا. هلا في عندنا شغله كثير مهمه بصراحه، انا كثير استفدت من البرنامج وكان تطبيقي، يعني انا حسيته انه كثير كان رائع بالنسبه لطالباتي. لكن انه هلا بعد الغاء تخصصي للاسف انا بتعامل مع اطفال 5 سنوات، وانا بصراحه مش حابه اوقف في البرنامج الى هنا، يعني انا حابه اني اكمل لانه حسيت نسبه الفائده حتى في طالبات فتحوا مشاريع، في طالبات استفادوا، حسيت حتى طريقه التعامل مع الطالبات الكبار كانت مختلفه. فانا مش حابه اوقف في البرنامج، وهي مش مشكله شخصيه. بعد الغاء تخصص تربيه الطفل احنا عم نتعامل مع رياض الاطفال. شكرا. المعلمه المهندسه الزراعيه سمر نمر مبسط، زرت مع حضرتك مؤخرا في المدرسة النزهة، وكنت معلمة طالبات الإكسسوارات اللي هي تدوير عجم الزيتون. يعني أنا بعمل نشاطات كاب في مدرستي، أنا شاركت في تأليف 11 كتاب في التربية ما بين أدلة وكتب، ومعدة لأكثر من 300 ورقة عمل. صدقا المادة العلمية اللي في كاب والمادة الحياتية أفيد للطالب من كثير من المواد اللي قاعد بدرسها. بس أنا عندي مبادرة، إذا قررت معاليكم أنه يدخل في المناهج، أنا متطوعة إني أعيد قراءة المنهج وأنشطه. أنا درسته على مدى 2 أو 3 سنين وقيمت بأعلى الدرجات، فعندي تطوع إني أنا أشارك في إني أعمل أصمم مناهج، أصمم الأنشطة بطريقة إنها تناسب البيئة الأردنية.